السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. حضرت النهاردة بعنوان Wrapping up VMware Workstation Techniques من كورس DNS 3 with VMware vSphere and Workstation Mastery. محاضرة النهاردة هتكون المحاضرة الأخيرة في سيكشن VMware Workstation. Wrapping up معناها إن إحنا هناخد يعني إيه التقفيل، يعني هناخد شوية فيتشرز كده برضو في الـ VMware Workstation، هنقفل بيها إيه سيكشن الـ Workstation. هناخد جزئين في المحاضرة بتاعت النهاردة. الجزئين هم الاوتو لوجن والفي ان سي كونكشن. طيب الاوتو لوجن ده عبارة عن يعني انت لما بتفتح الاوبريتنج سيستم او بتفتح اللابتوب بتاعك او هتفتح سيرفر بيطلب منك يوزر نيم وباسورد، تمام؟ في اوبشن في الفي ام وير يخليه يدخل الاكونت او الكريدنشلز بالنيابة عنك. هتقول لي طب ده استفاد منه بايه؟ الاستفاده ان انت هتفتح المكنه يعني لحد كده الديسك توب، اوكي، من غير ما تقف في حته يقول لك دخل الباسورد. انت ممكن تخلي الفي ام وير يدخل الباسورد بالنيابه عنك، تمام؟ فا اوكي طيب تعالوا نشوف ازاي نقدر نشغل خاصيه الاوتو لوجن. انا احتجت ان انا اقفل البي سي يعني عشان اقفل شويه حاجات لان انا لازم اشغله تاني، تمام؟ خاصية الاوتو لوجن ما تشتغلش الا لو المكنة شغالة، تمام؟ طيب كلام جميل، هو دلوقتي بيتقفل، تمام؟ نفتحه تاني، ندوس على power on this virtual machine و تمام. دي النقطة اللي بتقف عندها المكنة، سواء انت اشتغلت ويندوز 8.1، ويندوز 10، ويندوز سيرفر. فا اوكي ده الكلاينت هنا طالب مني باسورد، انا اقدر اخلي الفي ام وير يدخل الكريدنشلز بالنيابه عني. هروح للسيتنجز ثم اوبشنز ثم اوتو لوجن انيبل، ده اليوزر نيم، تمام؟ وهندخل الباسورد وبعدين ندوس اوكي، تمام. تيرن ناو ما حصلش حاجه لحد دلوقتي، ما فيش اي حاجه حصلت. هتحتاج انك تعمل ريستارت مره ثانيه، ومجرد ما المكنه تبدا تشتغل ثاني اول ما يخش على صفحه اللوجن الفي ام وير هيدخل الكريدنشلز او الاكونت يعني بالباسورد بالنيابه عنك، تمام؟ تعالوا نشوف الكلام ده اهو، بصوا دخل، انا ما دخلتش الباسورد، هو دخل الباسورد اوتوماتيكلي. طيب ده كلام جميل جدا. تاني حاجه بقى هناخد الفي ان سي كونكشن. الفي ان سي يعني عامل زي الار دي بي. بصوا يا شباب، انا عشان اكونكت على اي حاجه كوماند لاين زي مثلا عندي راوتر سيسكو اقدر اكونكت عليه ريموتلي عن طريق اما التلنت، تمام، او اما الاس اس اتش او اما الاتش تي تي بي. هتقول لي طب ازاي يعني اتش تي تي بي او اتش تي بي اس حتى؟ هتقول لي طب ازاي مش دول براوزنج بروتوكولز؟ يعني انا ازاي اكونكت على الراوتر كوماند لاين عن طريق الاتش تي بي والاتش تي بي اس؟ طبعا انا اقدر افتح صفحه الراوتر بتاع سيسكو، تمام، through الفايرفوكس او الجوجل كروم اني ويب براوزر، تمام، واقدر من خلال الويب براوزر اخش على الكوماند لاين بتاع الراوتر، فبيبقى ظاهر قصادك في شكل صفحه ويب تقدر تكتب زي ما انت عايز، تمام. حتى كمان برنامج السي سي بي سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال بيسبورت الخاصيه دي، تمام. طيب anyway ده فيما يخص الكونكشن على الكوماند لاين ريموتلي. طيب ماذا عن، يبقى ده الايه الكوماند لاين، ماذا عن الجي يو اي؟ انت لما تخش على الويندوز انت بتخش جرافيك يوزر انترفيس. طب ايه البروتوكولز اللي بتسبورت اني اكونكت، تمام، ثرو يعني ريموتلي على الجهاز واتحكم بيه جي يو اي؟ عندي الار دي بي، تمام، الرينال ديسكتوب بروتوكول، الار دي بي ابلكيشن بتاع مايكروسوفت، تقدر تكونكت عن طريق تيم فيور، صح ولا لا؟ تقدر تكونكت عن طريق اني ديسك، اني ديسك كذلك تقدر تكونكت عن طريق برنامج في ان سي فيور، تمام. برنامج في ان سي فيور انت تقدر تحمله من الجوجل، تمام، سهل جدا وبسيط. يعني انا لو ده برنامج الفي ان سي فيور اهو، لو انا احتجت اني احمله جاست هتخش على الجوجل كروم، تمام، وهتكتب داونلود في ان سي فيور فاست اند فورورد، يعني اهو داونلود اهو في ان سي فيور فور ويندوز 10، تمام. تاني لينك اوكي على موقع الريل في ان سي، وهتحمل النسخه ال 64 اوفر
86 اللي هي 32 بت، هتشتغل معاك الاثنين عادي وتسطب البرنامج فقط وخلصت على كده. برنامج سهل جدا، تمام. اقدر بالبرنامج ده ان انا اكونكت على المكنه الريموتلي، تمام. طب ازاي؟ هتروح للمكنه، كليك يمين سيتنجز، ثم هتروح لاوبشنز في ان سي كونكشنز، هتدوس على انيبل وهدخل هنا البورت، تمام، اللي هيدخل بيه، ممكن اربع ستات ممكن اربع اربعات مثلا، وهتحدد هنا الباسورد. هنا الباسورد اوبشنال، تمام، يعني انت ممكن تحدد الباسورد وممكن لا. طبعا افضل ان انت تحدد الباسورد. طبعا هنا بيقول لقطه مهمه جدا، بيقول لك داتا سنت اوفر في ان سي از نوت انكريبتد، يعني الداتا اللي الداتا بتاعت الفي ان سي كونكشن از نوت انكريبتد، تمام، مش انكريبتد. طيب اوكي، هدوس اوكي، وبعدين هروح على السيرفر، هدخل الاي بي الخاص باللابتوب، تمام. خلي بالك ان انت لو فاتح الفاير وول عندك، يعني انا هنا ويندوز ديفندر فاير وول اهو انا فاتحه، تمام، لازم تعمل اكسبشن للفي ان سي، تمام، يعني لازم تستثني الايه او تعمل allow للفي ان سي، ممكن يكون مقفول عندك. يعني خلي بالك ان معنى ان انت قلت للمكنه اي حد يكونكت على بورت اربع اربعات او اني واي، يعني اربع اربعات اربع ستات، خلي بالك اللابتوب بكده بيفتح بورت وبيلسن، بيفتح بورت اربع اربعات وبيلسن عليه، تمام. طيب ده كلام جميل، فلازم ياخد اذن الفاير وول. فانت اوكي، انت لازم ايه، لازم يعني تتابع القصه دي، تتاكد الفاير وول سمح بالفعل ان البورت ده يتفتح عشان تقدر تكونكت. فلو انت عملت كونكشن اوكي وما دخلش، تعرف ان السبب الفاير وول، طالما انت لما بتبينج هنا بيبنج عادي، طالما انت بتبنج على الاي بي بيبنج عادي. خلي بالك الاي بي ده اي بي الجهاز اللي شايل في ام ورك ستيشن، تمام. هدوس هنا اوكي. هنا خلي بالك بيقول لك the connection to this VNC server will not be encrypted، مش هيكون encrypted، تمام، اوكي، there is no encryption، hold don't warn me again. اوكي، بيقول لي الباسورد ايه، الباسورد اهي، و remember، ثم فتح المكنه اهو، تمام. اقدر يعني اتعامل مع المكنه عادي جدا، بس خلي بالك ان كونكشن في ان سي بطيء شويه، تمام، مش بطيء شويه، ده بطيء جدا. يعني ما تقارنش ده بان انت لو فتحت مثلا الار دي بي، اوكي، الار دي بي اسرع بكتير من في ان سي، تمام، فخصوصا لو انت بتتكلم اوفر الانترنت، لو انت عملت بابلشنج للفي ان سي، يعني انت ممكن تطلع تفتح المكنه دي اوت، يعني انا ممكن على بشويه كونفيجريشن على النت على الراوتر اقدر اخلي الجوجل كلاود سيرفر، السيرفر بتاعي على جوجل، اقدر من خلاله، تمام، برضو افتح المكنه عن طريق الفي ان سي برضو، تمام. طيب ده كلام جميل جدا، فانا عايزك تاخد بالك من الموضوع ده. طيب انا خلصت النقطتين، فاضل يعني حته كده ايه جانبيه، يعني احنا كده خلصنا الفي ان سي كونكشن والاوتو لوجن، فاضل حته جانبيه ايه هي. انت ممكن لو حبيت تفتح المكنه في وضعيه الفول سكرين كانها اللابتوب بتاعك يعني، تمام، او كانها الجهاز بتاعك، تدوس على الفول سكرين، تمام، اوكي، مفيش فرق، يعني مفيش فرق خالص والدنيا ماشيه جميله وتمام التمام. لكن في وضعيه اجمل من دي، تمام. تخيل لو انا فتحت التكست دي مثلا وجيت كتبت عليها مثلا احمد الرقطه، هل اقدر ادوس على وضعيه اسمها اليونيتي مود، ادخل وضعيه اسمها اليونيتي مود. يونيتي مود يعني هيونيفاي، هيوحد ما بين المكنه وبين الويندوز بتاعك. فالبرامج اللي شغاله على المكنه هتظهر لك في التاسك بار الخاص بالهوست اوبريتنج سيستم. انا قلت ان الهوست معناه الويندوز اللي شايل الفي ام وير ورك ستيشن، تمام. فدي خاصيه جميله جدا، خصوصا لو انت مثلا محمل مكنه ومشغل عليها برنامج، وانت شغال بالبرنامج ده مش لازم ان انت كل شويه تخش على الفي ام وير، تخش على الكونسول او على السكرين بتاعت المكنه من خلال الفي ام وير. هتلاحظ ان الموضوع بطيء شويه، لكن لو انت دخلت اليونيتي مود الدنيا هتبقى ايه سريعه معاك شويه، تمام. طيب ده كلام جميل جدا، هدوس هنا. طبعا لو انا خلي بالك، لكن الكمبيوتر ده الايكون دي بتاعت الايه بتاعت اللاب ما ايه ما يشتتكش يعني.
اكزيت، انا كده خرجت بره اليونيتي مود. طيب كلام جميل جدا جدا جدا، اتمنى تكون المعلومات اللي انا شرحتها في المحاضره دي والمحاضرات اللي فاتت على الفي ام وير ورك ستيشن النسخه ال 15 برو تكون عجبتكم. مش محتاجين اكتر من كده يعني، في اوكي في فيتشرز اكتر تمام، لكن دي حاجات اوكي انا شايف ان هي ويست اوف تايم لو انا شرحتها لك، تضييع وقت كبير انت مش هتحتاجه بشكل عام. احنا بنحاول ان ايه نوصل للطبقه اللي محتاجه تتدرب على البرامج اللي احنا بنشرحها في الكورس ده عشان تقدر تطبق اللابات بتاعتها بشكل قوي تمام. فاحنا شرحنا الحاجات الضروريه اوكي. عايز اذكرك ان احنا شرحنا على فيرجن 15، طيب افرض نزل فيرجن 16 ثم فيرجن 17 anyway اي فيرجن جديد هينزل تمام. طبعا انت لازم تتابع الصفحه الرسميه بتاعتنا، تتابع الاكونت الشخصي بتاعي عشان تقدر تحصل على اخر الاخبار يعني في الكورس ده او اي كورس تمام. فلذلك لو في برامج جديده نزلت انا لو شايف ان هي هتستاهل هعمل لك شرح عليها تمام. هشرح مثلا الفيرجن 16 كيفيه التسطيب الحاجات المختلفه، لكن هيظل المحتوى هو هو اللي شرحته في 15، هو هو اللي في 16، هو هو اللي في 17. يعني مثلا النتورك او الفيرتشوال نتورك ادابتر بلجن اللي احنا خدنا عليها محاضره كامله، شرحنا اوضاع النتورك او الفي ام نت هوست اونلي او نات او بريجد النت سيتنجز الدي اتش بي سيتنجز تغيير السبنتس، كل الحاجات دي في 15 زي 16 زي 17. مع العلم يعني فيرجن 16 و17 ما نزلوش، بس انا بفترض تمام زي 14 زي 13 زي 12 زي 11 اوكي. يعني في قوام للفيم وير بيفضل محافظ عليه على تتابع الفيرجنز اللي بتنزل والتحديثات بتاعتهم، هم ما بيغيروش في حاجه تمام. في اي فيرجن جديد هينزل احنا اوكي هنشرح الفيرجن واختلافاته عن الفيرجنز السابقه، لكن هيظل العمل او اليه عمل الفيم وير ورك ستيشن ثابته كله تمام. طيب ده كلام جميل جدا. بدا من المحاضره اللي جايه هنشرح البي سي بي او البي سفير، مش البي سي بي، البي سي بي ده الشهاده، احنا هنشرح البي سفير فيرجن 6.0 مع ان في فيرجن 6.5. هتقول لي طب ليه ما تشتغلش عليه؟ هقول لك في مشاكل في الكراك تمام. اكيد انا مش هدفعك يعني مش هشجعك ان انت تشتري نسخه اصليه تمام من البي سفير، غاليه جدا تمام. كنت عايزها بس يعني just for training تمام. 6.5 اقرب الكراك سيريالز سيريالز او السريالات موجوده يعني على الانترنت، ما كانتش بتشغل كل الفيتشرز عليه، لكن فيرجن 6 هيكون ستيبل معانا اكتر، هنحط عليه السيريال بتاعته وهيكون هيشغل كل الفيتشرز معانا unlimited duration lifetime، هيشتغل معانا طول الوقت وما فيش اختلاف برضه قوي يعني ما بين النسختين. انا بفضل الله يعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.